معنا من مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مراسل الإخبارية عبد الله بن شهران. مساء الخير عبد الله، كيف هي الأجواء لديك؟ كيف تبدو قبل ساعات من انطلاق السوبر الإيطالي على ملعب الجوهر المشع؟ أهلا زميلي حسن، أهلا بالسادة المشاهدين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أنا هنا في القرية الإيطالية وبالتحديد في ملعب الجوهرة. الجميع متحمس، الجميع على استعداد لمتابعة المباراة ما بين يوفنتوس وإيس ميلان. أنا هنا في القرية الإيطالية، هنا مهرجان مصاحب لاستعراض بعض الأنشطة الثقافية لإيطاليا. لنتحدث أكثر ونعرف معلومات عن هذه القرية يقف بجانبي الأستاذ ماجد السبعان ليطلعنا أكثر عن هذه الفعالية وماذا تحتوي هذه الفعالية. بداية مساء الخير أستاذ ماجد، ماذا تحتوي هذه القرية على أركان في ملعب الجوهرة؟ طبعا انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرياضة لتحسين تجربة الجماهير وأنه يكون هذا الحدث يوم كروي كامل في القرية الإيطالية، يكون عندنا قسمين، قسم خاص بترويج لثقافة المملكة العربية السعودية، والركن الثاني يمثل الجمهورية الإيطالية الصديقة. طبعا الفعالية تتضمن العديد من النشاطات الرياضية والكرنفالات الترفيهية، بالإضافة إلى عندنا يعني في المنطقة السعودية عندنا زي الـ 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 زي ما تقدر تقول الرياضات الشعبية زي الكيرم والبلوت وغيرها من حتى الفنون الشعبية زي المزمار الحجازي، بالإضافة إلى العديد من الأطعمة الشعبية السعودية. كمان في الجانب الآخر عندنا المنطقة الإيطالية اللي هي فيها لايف ميوزك إيطالي، بالإضافة إلى السيرك الإيطالي والفنون المهارات الكروية على قولتهم، وإن شاء الله الجماهير الجايين يقدرون يستمتعون بالأطعمة الإيطالية زي المكرونة والبيتزا وغيرها حتى من الأشياء اللي تمثل الدولتين كلها. احنا ندعي الجماهير انهم يزورونا في القرية قبل دخول المباراة. القرية موجودة في عند بوابة 6 في مدينة الملك عبد الله الرياضية. مثل ما شاهدنا ومثل ما احنا شفنا قبل شوية الأنشطة كثيرة، الدور السعودي ماذا يقدم في هذه القرية؟ معليش عفوا، الدور السعودي ماذا يقدم في هذه القرية يعني من أنشطة؟ طبعا إيه، زي ما قلت لك الأنشطة الثقافية عندنا يعني الفنون الشعبية وعندنا حتى الأنشطة الرياضية الشعبية زي الكيرم البلوت، حتى عندك الأطعمة المقدمة، وحتى في فرصة للزوار المملكة أنهم يتعرفون وأنهم يلبسون الزي السعودي يتصورون فيه، يتصورون مع الصقور، نعطيهم نبذة عامة عن ثقافة المملكة العربية السعودية، وناهيك عن الديزاين كامل للفعالية يمثل الدولتين، جهة تمثل المملكة العربية السعودية وجهة تمثل حواري الجمهورية الإيطالية. كانت الآراء جدا جميلة منذ انطلاق أو افتتاح القرية العالمية قبل ساعات، إلى متى تستمر هذه الفعالية؟ إن شاء الله الفعاليات موجودة لين الساعة 12 الليل. احنا ندعو الجماهير انهم يستمتعون بهذه الفعاليات والاجواء الجميله، وان شاء الله يكون حدث رياضي ويوم رياضي كروي للمجتمع وللزوار المملكه العربيه السعوديه. شكرا لك الاستاذ ماجد السبعان، شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام. طبعا هذا كان كل ما لدي، انتقل لكم بالصوت والصوره. شكرا جزيلا لك من جده مراسل الاخباريه عبد الله بن شهران، كنت معنا من مدينه